الأكلات التراثية في محافظة طرطوس والمنتشرة في الأرياف وخاصة في مدينة الشيخ بدر كالفطائر على الصاج بأنواعها المختلفة، حيث تعمل مجموعة من السيدات بهذا المشروع الصغير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ما أشتغل هون صار لي 4-5 سنين، وأول شيء أهلا وسهلا فيكم منطقة الشيخ بدر، تنور فطائر على الطاير. مثل ما بتعرفوا كلياتكم الوضع هالحياة صعبة، جينا ما نشتغل هون لنساعد أولادنا ما يدرسوا جامعات، وهون التنور صاير على الطريق العام بيقصدوا كل الناس، ما في حدا بيجي على الشيخ بدر إلا بده يحيد ياكل. الطريق هون مشهور كلياته فطاير، وما نشتغل هيك أشكال ألوان مثل ما نكون شايفين، وما بعرف مبسوطين هون صار هيك جزء من حياتنا هالتنور هون هالصاجات هون. نحن بالنسبة لهالأوضاع اللي وصلنا لها إذا ما اشتغلنا يعني صرنا ما نساعد نشتغل مشان الوضع اللي نحن فيه ومشان نعلم أولادنا، وصرنا زمان عم نشتغل ومقصودين من وين وين يعني مسافات بعيدة، ما نشتغل أنواع مثل محمرة، زعتر، قريشي، سلق، جبنة، خبز الزيت. نحن معروفين، أي حدا بيقول لنا بيعرف اسم مقرنا بيقولوا له خبز الزيت. مشروع واعد بسيط التكلفة أساسه الأكلات الشعبية المتوارثة والتي لها طعم ونكهة خاصة وعليها طلب كبير من الأهالي، يوفر فرص عمل تؤمن مصدر رزق للسيدات اللواتي يعملن بحب لاستمرار ونجاح المشروع وتقديم تجربة مميزة في مجال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.